تواصل معارض أهل رمضان المنتشرة في مدن محافظة دمياط دعم المواطنين بالسلع الغذائية بجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين خاصة سلعة الأرز. وتصل التخفيضات داخل معارض أهل رمضان من 20 إلى 30% وتضم أكثر من 60 خصبة. الرز سعره كويس 15 جنيه أحسن من الأسعار اللي بره، وطبعا الزيوت كويسه خدت بالك، ونتمنى الحاجات تبقى يعني متوفره يعني دايما. كل شيء موجود هنا في الحمد لله، اهل رمضان هنا في السوق جنب البريد هنا الحمد لله كل حاجه موجوده، باخد رز واخد تمر واخد بنيه فراخ وصلصه وكل حاجه ومكرونه واخدت عدس كمان الحمد لله، يعني كل شيء موجود.